مرحبا بكم. هذا دير واد سموه واد الطلح. هذا الشجره يقولها الطلح. هذا دير تخدم العلك، تخرج واحد الصمغ، يقولها الصمغ العربي. كل ايام تندوف كانت اياما رائعه، وبعد ان شاهدتم اليوم الاول واليوم الثاني بتندوف، الان سنرتحل بكم الى اليوم الثالث، والذي بداناه بافتتاح الملتقى، ملتقى المجار في طبعته الثالثه. الفصول في حديث اواخي الفجر، ويشعل في ركن الصمت اغاني مفضله تلمع صحيلا في زهور قصر ات من لوحه تتشكل مع يوم. نحمده على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، خاتم الرسل والانبياء، وامام المجاهدين والاتقياء، والشهيد المضر قيامه على الشهداء. الصدر حضور اول وخير ما نفتتح به مجلس هذا، ايات بينات من الذكر الحكيم يتلو على ما سمع الاستاذ الفضيل محمد، فليتفضل مشكورا. ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه فانه ولي حميم. وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. 55 ولد السلام الوطني الجزائري. مداد كلماته دماء الشاعر مفتي زكريا، وروح الوفاء له وقفة إجلال وتقدير، وقفة إجلال إلى النشيد الوطني. وما جادت بماء المزن سحب، سقى الأشجار والزرع الدفين. سلام الله يسري ما أقيمت، صلاة من عباد خاشعين. وما جادت بماء المزن سحب، سقى الأشجار والزرع الدفين. سلام عاطر وله أريج، من الأعماق يحبب يا سمينة. سلام الله مهديه إليكم، مع الأشواق ممزوجا حنينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين، سيد مدير الثقافه، الساده المدراء، الساده الاسره الممثلي الاسره الثوريه، الاساتذه الدكاتره الافاضل، اسره الاعلام، كذلك اسره المرحوم الاستاذ الفضيل الكوري، طلبتنا الاعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الولاية العزيزة، المرحوم الأستاذ الخضير الكوري رحمه الله. وفي الأخير أجدد ترحابي بالضيوف الأكارم، وباسم السيد الوالي وعلينا الافتتاح الرسمي للملتقى لأشغال الملتقى، وشكرا. كان كذلك مميز في المجتمع. بعد الافتتاح الرسمي للملتقى، ملتقى المجار في طبعته الثالثة، تم عرض شريط عن الراحل الفضيل كوري الذي حمل اسم شخصية الملتقى، وبعد ذلك تم تكريم عائلته، ثم تكريم القامة الدكتور محمد ساري، لتنطلق فعاليات الملتقى بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بتندوف. هذه
راسي انا كنت طالب في سنه 77 طالب في الليسانس، كنت بدات اكتب واجد من ينشر لي في المجاهد في النادي الادبي للجمهوريه وفي مجله ايضا مجله امال. نشرت اول دراسي بالرغم من ان عالم اليوم كله يستمد من طاقه يستمد منها الطاقه القادمه من الصحراء ومن الخيرات التي تمدها الصحراء. ثم يقول لقد عشت الصحراء، هذا هو المهم عند الكون. يقول لقد عشت الصحراء بالوجدان بسلطة الوجدان، أنا ولدت بالصحراء وحبل السرة موجود هنا، الوتد الأصلي هنا، السر الأول موجود هنا. في المساء كانت الوجهة إلى ما يسمى بالحمادة. مساء الخير، مرحبا بكم معنا. الآن رانا في منطقة الحمادة. أنا الحمادة يقصدوا بها المكان هكذا يكون في الصحراء خالي. هذو أشجار الطلح كما راكم تشوفوا. هذه المنطقة قريبة من المطار، جينا مع الجماعة هنايا باش نديروا جلسة. دائما رانا في تندوف، تندوف ناسها هايلين، جلسة فيها الشاي وفيها التمر واللبن إلى آخره، مع مجموعة من الناس، مجموعة من الشخصيات، أساتذة. هذه جلسة كما الدعاء انك اللهم ارحمني نجمع الماء جميع المسلمين. ما كتب عن الكون انا نسناو الشاي راه يطيب. بسم الله، تفضل يا سيدي. شكرا، الله ينورك الشيخ، بارك الله فيك. صحتك ولدي. توانسه قوي توانسه والله غير شيء هايل. عند وحده توانسه زعما كيما قال واحد رهيب كما يقولوا. وانا باش نجي جلسه مثل هذه والله نشتاق لها. إذن هذه هي الحمادة اللي جا تندوف ولا راح يكاش مكان في الصحراء يروح للحمادة ويدير جلسة. المطار ما راش بعيد من هنا. حقيقة تندوف ما فيهاش أماكن يعني كثيرة للسياحة، ولكن الضواحي تاع تندوف تجد فيها أماكن لأنها حقيقة ليست مدينة قديمة كثيرا، ولكن البارح لقينا فيها بعض الأماكن مثلا مثل المساجد القديمة في وسط المدينة. معنا هاد الوجوه النيرة، الله ينورك ان شاء الله. اش ما يعطونا شي كلمة على الحمادة؟ مرحبا بكم. هذا دير واد سموه واد الطلح، هذا الشجره يقولها الطلح. هذا دير تخدم العلك، تخرج واحد الصمغ يقولها الصمغ العربي يخرجوا منه، ديروا به لاتاي وفي عنده فوائد بزاف، ليره ولا كما يقولوا الحساسيه ما شاء الله. واد الواد هذا قاعد الواد يجيب الترفاس كما عرفت، هذا الواد تاع الترفاس هنا يجي الترفاس مع الموت. هنا عندنا جلسه تاع الشاي. مرحبا بكم. شاي تندوفي. شاي تندوفي الاصيل. واللي يشربوا يرقد ولا لا؟ يرقد يرقد. هذاك النورمال عادي. والله إلا أنا كنت نستنى هذه الفرصة هذه باش نجيو لهذا المكان. الله يلا المحبوس عليها. الله يسلمك. مرحبا بكم السيد. شرفتونا. ومرحبا بكم أنتم، بصح حنا مع الناس الحمادة. أنتم عندكم الغابة. الغابة. شكركم وان شاء الله تفوت جلسه رائعه. كما سافات تلقى ناس مجتمعين في مثل هذه الاماكن يديروا جلسات نتاع الشاي، بعض اللي يجيو هنا يتعشاو ولا يريحوا. هي من الافضل تجي لها قبل الغروب، يعني هذا هو الوقت المناسب ولا في الصباح الباكر. حقيقه احنا نظلوا في الشمال وفي التل
يعني مشتاق لي مثل هذه الجلسات. شوف هذه الجلسات هذه والله رائعة. كان قال لي واحد الصديق انه هاد المساحات هذه، شوف هاد الرمال هذه بعد سقوط المطر ترجع خضراء ويخرج منها ما يسمى بالترفاس. هذا الترفاس قال لي اكله هذه تشبه الفطر اللي هو الفقاع. لا تزال الجلسات متواصله. الشيء الذي لا يموت. الشيء الذي لا يموت. ما سر هذا الشيء؟ جماعة مع المكسرين. أنا بروحي عندي. أنا ترازيت لهم على حساب الكوبليك. هذا الشيء. سر الجماعة. لا في الجماعة. لا في الجماعة. لا مشرف. الجمر. لا خلينا نبري هذا. والجر. ها. لو الجر. والجماعة لا 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 ما يبان الجماعة اللي طواف والجر هزر الجزر كما الناموس تاعو والجماعة يعني جيم 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 شربوا في ثلاث جيمات صايفة الاستاذ الله ينورك راك معنا على المباشر الشيخ لانه غادر لحماده سنتجه الى الفندق. نصل الى ختام هذا الفيديو، نتمنى انه قد اعجبكم وتابعونا في قادم الفيديوهات ولا تنسوا الدعم.